مساء الخير، تحية رياضية من صفحة Lebanese Basketball Federation وتطبيق ألفا سبورتس مباشرة من ملعب غزير الرياضي. نحن معكم الليلة بنقل مباشر لمباراة، إذا صح التعبير بنسبة كبيرة رح تكون مباراة الصدارة للمجموعة الحديدية الجروبي. المباراة الليلة رح تجمع فريقي الحكمة وهوبس يلي التقوا بمرحلة الذهاب بمجمع ميشيل مور الرياضي. مباراة الذهاب انتهت بفوز الحكمة بفارق 8 نقاط 106-98. الفريقين رح يلعبوا المباراة اليوم بصفوف منا مكتملة. بداية بوجه تحية أكيد لفريق العمل يلي عم يرفقني بهالمباراة، مؤلف من المخرج جورج مخايل والمصور جوزيف خوري. أنا أنتوني سلام رح كون معكم الليلة على التعليق. الفريقين أنهوا عملية الوارم أب، عم يتلقوا التعليمات من الكوتشز. إن كان غسان ساركيس من ناحية الحكمة عم يعاونه جغطاس، أما من ناحية فريق هوبس الهيد كوتش هو جاد الحاج عم يعاونه عمر بكري. بالنسبة للغيابات، الحكمة رح يغيب عنهم كارل عاصي بهالمباراة، بينما فريق هوبس رح يغيب عنهم لاعب الجناح جابرييل صليبي المصاب. بالنسبة للستارتينج فايف عند الفريقين، من ناحية المدرب غسان ساركيس رح يبلش بغسان كرم على البوزيشن 5. مارك خويري رح يكون ستارتر على البوزيشن 1. يوسف غنطوس وعزيز عبد المسيح كابتن الفريق على الوينجز. الباور فورورد رح يكون مارك خوري، إلا إذا رجع صار في تغيير بالتشكيل لأنه عم شوف محي الدين المصري على أرض الملعب. من ناحية فريق هوبس الستارتينج فايف عم يسيروا على أرض الملعب. علي منصور كابتن الفريق رح يكون على البوزيشن 1. جيسون صوفان وكريم زينون على التول 3. أما الفرونت كورت فهو مؤلف من شربل سعد وإليوس سعد. بالنسبة لحكام الجيم، ثلاث حكام اتحاديين رح يحكموا اليوم، هن روني عزار، ربيع عبد الساتر وجورج بعقليني. أما بالنسبة لحكام الطاولة، نايق أبي صافي على السكورشيت، نيكولا هابر على الوقت، شربل سفير على 24 ثانية، أما المراقب فهو أنطوان القارح. الجامب بول الوحيدة بين كريم زينون ومارك خوري، وأول بوزيشن بالجيم لفريق هوبس. علي منصور بيقطع عن بوبو، كيك أوت لعند كريم بيستعدد عن 3، الريباوند لصالح مارك خوري يلي سجل 22 نقطة بمباراة الذهاب بمجمع ميشيل مور. غسان بيعمل بوست اب موف بومب فيك، بيعطي الكيك اوت لمارك خوري، اكسترا باس ليوسف غنطوس، وينج 3 ان ان اوت، الريباوند دفاع لإليوس سعد. علي منصور بالترانزيشن طابع عم تبرم على البريمتر، جيسون عنده جود سبيس بيردها لعند كريم زينون. علي بيستلم الهاند اوف، هو ما قدر يلعب لوقت كثير طويل بمباراة الذهاب بسبب الإصابة، بيسدد الفايد اواي، ريباوند لعزيز عبد المسيح. هداف الحكمة بمباراة الذهاب ب 29 نقطة، بيعمل ستابس كيك اوت لعند بوبو، هوك باس توصل بصعوبة لعند يوسف غنطوس، تمريرة انسايد 2 بوينتس. أول سلة بالجيم عم يسجلها كابتن فريق الحكمة عزيز عبد المسيح. التقدم أخضر 2-0. شربل سعد بضيع عن 3، ريباوند هجومي لعلي منصور. عم تلعب البيك رول بين كريم وإليوس، شربل عم يمرر على البرامتر لجيسون صوفان على البازر، قدر يحقق البازر بيتر وعدل النتيجة 2-2. فريق هوبس عم يلعب مان تو مان، مارك خويري بيخترق لتحت السلة، عطى الهوك باس لعند غسان يلي بركب البيك ليوسف غنطوس. 7 ثواني باقي للحكمة، مارك خوري بصعوبة سدد بقلب الترافيك، والريباوند لمصلحة شربل سعد. فاست بريك مع كريم زينون كان قريب من التسجيل. كريم زينون كان هداف مباراة الذهاب ب 35 نقطة. بالنسبة للفري تروز بهداك الجيم سجل 7 من 10 بنسبة جيدة 70%. بيسجل أول نقطة لقلوب الجيم.
واحدة من اثنين ريباوند بيسيطر عليه مارك خوري يلي رجع بهيدي الأوف سيزن لفريق الحكمة من بعد ما كان موجود بتشكيلته حسب ما بذكر موسم 2015-2016 بيسدد من الميد رينج ريباوند لصالح كريم زينون يلي بروح بالترانزيشن شلب السعد بيستلم بقلب البينت سديدته كانت صعبة بيعمل الأوفنسيف ريباوند عم يبقى بقلب البينت ومارك خوري بيعمل ستيل يوسف غنطوس خسر الطعبة على الفاست بريك التقدم 3-2 لصالح فريق هوبس مارك خويري عم يدافع على علي منصور علي عمل ستابس نو لوك باس لعند شربل سعد يلي فضل يعمل ميدل درايف بيضيع مع الجلاس وخطأ من إليوس سعد كان بغنى عنه بما أنه لاعب فريق الحكمة كان مسيطر على الريباوند بالمواجهات بتاريخ المواجهات بين فريقي هوبس والحكمة عم بحكي أكيد ببطولة لبنان مرة وحيدة قدر فريق هوبس يربح على الحكمة بملعب غزير كانت بسنة 2010 بنتيجة 69-67 بعد أوفر تايم يوسف غنطوس إترينز هيدي أول ثري بول بهالمباراة التقدم 5-3 لصالح الحكمة بذكر أنه بهالمرحلة مبارح بنفس الجروب الأنترانيك قدر يربح على أرضه على المتحد بعد أوفر تايم عم يخلي عم يحافظ الأنترانيك على أماله بالمنافسة على بطاقة من هالبطاقتين ليوصل للسيمي فاينلز عزيز بيوصل لتحت السلة بيضيع مع البورد مارك خوري بين ثلاث لاعبين أو بالأحرى بين أربع لاعبين إليوس سعد عمل البلوك كريم بيقطع عن يوسف غنطوس وبيسجل الفاست بريك بوينتس ثلاث نقاط لكريم زينون التعادل على النقطة الخامسة عزيز بيك ركب له مارك خوري يلي عمل بوب اوت بيوصل لتحت السلة والريباوند لشربل سعد اربع دقائق صاروا قاطعين على بداية الجيم والشوتينج فاول لصالح علي منصور تبديل عم يحضره الكوتش جاد الحاج اندرو كوبالي هداف فريق هوبس لفئة الاندر 18 عم يعمل أول دخول له على الجيم بدلاً من شربل سعد اعتبرت منا شوتينج فاول لصالح علي ما في فري تروز اثنين تيم فاولز على الحكمة مقابل واحد على هوبس علي بيستلم الهاند اوف بيك من اندرو كوبالي اللي عمل بوب اوت علي بيقطع بين المدافعين بيضيع الفينش والريباوند لمارك خويري يوسف غنطوس بالترانزيشن اوفنس بيوصل على البينت وبياخد الفاول بوشينج فاول على جيسون صوفان مثل ما أكد الحكم ربيع عبد الساتر يوسف يسجل نقطة الرابعة اثنين من اثنين مسجل خمس نقاط من أصل سبعة ببداية الجيم لفريق الحكمة جيسون بيستلم هاند اوف علي عم يركب له البيك حاول الحكمة يعمله ستيل ويوسف غنطوس بينجح بهيدا الشي وفلاي جراند فاول على جيسون صوفان عم يحتسبها الحكم روني عزار اثنين فري تروز مع البوزيشن لفريق الحكمة يانس حلبي عم يعمل أول ظهور له بالجيم بدلا من جيسون هيدا تالت تيم فاول على فريق هوبس هيدا النقطة رقم 6 ليوسف اثنين من اثنين نبلش المباراة بأربعة من أربعة عن الرميات الحرة مع ثلاثية الفارق أربع للحكمة يوسف عم يستلم الهاند اوف
عزيز بيسدد بعد الكاتش nothing but net. 5 نقاط لعزيز عبد المسيح. تاني ثلاثي لفريق الحكمة بالجيم. الفرق 7. علي بيستلم الهاند اوف. بجرب يقطع مارك خويري. بيوصل لتحت السلة. سدد من دون بالانس. ويانس حلا بيوقع على الأرض. مارك خويري ما قدر يعطي تمريرة موفقة هو وعلى الأرض. علي منصور بياخد الكونتاكت لكن قدر يسجل من دون أي مشكلة. أول نقطتين لعلي منصور بالجيم. مارك خويري بيعمل ستابس كيك اوت لعند غسان كرم. بانس باس لعند يوسف غنطوس. مارك بيسد الكورنر 3. ريباوند هجومي لمارك خوري يلي بياخد الفاول. مارك خوري بيلبس رقم 14 من أبرز اللاعبين بتاريخ فريق الحكمة يلي لبسوا هيدا الرقم. السنتر وصخرة الدفاع السنغالي الساندياي. هون سجل الرمية الأولى. اثنين من اثنين. الفارق 7 للحكمة. صار قاطع أكثر شوي من نص الكورتر الأول. كريم زينون بسرعة بيعمل درايف بيضيع لفتي لياب. الريباوند ليوسف غنطوس. فاست بريك عم يجرب يلعب عزيز يلا هدى شوي إيقاع اللعبة. يوسف فيك باس بيخترق بعلم البينت. كان قريب من التسجيل وتب إن عم يعملها ماك خوري. 4 نقاط متتالية لإله بالجيم. الفرق 9. بالوقت يلي مارك خويري عمل ستيل الحكمة عندهم ادفانتج بالارقام. باونس باس لغسان كرم عطى الاكسترا باس لمارك خوري واول تايم اوت بالمباراة. عم يطلبوا الكوتش جد الحج التقدم 11 نقطة 18-7 لصالح فريق الحكمة. لهلأ بالنسبة لأبرز المسجلين 7 نقاط ليوسف غنطوس، 5 نقاط لعزيز عبد المسيح، 6 نقاط لمارك خوري. من ناحية فريق الحكمة إني على كل الأحوال أفضل 3 سكوررز بالجيم بما أنه هوبس بدايتهم كانت بطيئة. الثلاثي عزيز مارك خوري ويوسف غنطوس سجل سوا 73 نقطة ضد هوبس بمباراة الذهاب من أصل 106 نقاط. كريم عطى جامب باس ليانس حلبي بيعمل ميدل درايف عطى الأكسترا باس لأليو السعد يلي بيعمل سبين بيسدد بأمل الأوفنسيف ريباوند وبيسجل من السكند شانس. أول نقطتين لأليوس بالجيم. بوبو زحط على أرض الملعب جرب يخلص الطابة و 8 second violation على الحكمة. بذكر أنه من ناحية فريق هوبس رجع نادي هاشم من خارج الأراضي اللبنانية لكن وصل اليوم الفجر بعد ما قدر يتمرن مع الفريق لنشوف إذا رح يقدر فريق هوبس يعني ما طلعت صراحة على السكورشيت إذا سجلوا لنادي هاشم. مشان هيك ما عندي معلومات إذا رح يقدروا يلعبوه اليوم يما لقى بما أنه أكيد قانون الأندر 23
بيجبر الفريق يشرك عفوا كل اللاعبين المسجلين على السكور شيت. فبما انه ما طلعت على السكور شيت ما عندي فكره واضحه اذا نادي هاشم معقول يشارك اليوم يما لا. علي منصور عم يسجل من الميد رينج 4 نقاط متتاليه لهوبس من بعد التايم اوت يلي طلبوه. هيدي النقطة رقم 4 لعلي غسان عم جرب يعمل بوست ابوف بيعمل سبين بيسدد الفيد اواي ريباوند هجومي لمارك خوري بين 4 مدافعين ريجكشن علي منصور بالترانزيشن اوفنس اكسترا باس لعند اندرو كوبالي. طيب بتوصل لعند كريم سكيب باس لعند اندرو متروك اوبن بيسدد الكورنر 3 ان اند اوت ريباوند لصالح مارك خويري. 2:05 باقي من الربع الاول. عزيز بيك ان باب مع مارك خوري بيخسر الطابه اندرو بالاوبن كورت بيعمل ستابس وبيسجل بايده الشمال. جرب مارك خوري يجي عليه يعمل تشيس داون بلوك اول نقطتين لاندرو بالجيم. مارك خوري تحرر من علي منصور بالكروس اوفر غسان كرم بيعمل سبين بقلب البينت عامل موف فني والفينش كان موفق. جورجيوس موف من غسان كرم لاعب بالرغم من انه ضخم عنده سرعه عنده موبيليتي قادر يلعب يعني قادر يعمل بول هاندلينج. الفارق حاليا 5. عزيز بيعمل ستابس بيصطدم ب3 مدافعين كيك اوت لعمارك خويري يلي بيضيع مع الباك بورد الريباوند بيحسمه اليوس سعد لونج باس لعند يانس حلبي 1 اون 1 على مارك خويري يلي كان قريب جدا يربح المواجهه. جرب قد ما في يعمل كلين بلوك لكن احتسبت شوتينج فاول. مايك حداد يلي سجل 12 نقطة بمباراة الذهاب ضد هوبس عم يعمل أول دخول له على الجيم بدلا من مارك خوري. يانس حلب الموسم الماضي لعب درجة تانية مع الشياح عم يسجل فري ثرو الأولى أول نقطة لقلوب الجيم. يانس بيسجل واحدة من اثنين الريباوند ليوسف غنطوس. ثلاثة واربعين ثانية باقي من الربع الأول. مايك حداد كيك اوت لعند غسان كرم عزيز بيسدد الكورنر 3 اترينز ثاني ثلاثي لعزيز بالجيم. نادي هاشم دخل على أرض الملعب من ناحية فريق هوبس عم يشارك بأول مباراة له ببطولة الأندر 23 الموسم الماضي كمان لعب مع هوبس من بعد ما انتقل من فريق الاتحاد ميروبا. 3 ثواني باقي فرق بين الجيم كلاك والشوت كلاك. هل الحكمة رح يلعبوها للآخر ليتركوا أقل وقت ممكن لفريق هوبس؟ الجواب رح نشوفه بهالبلاي. يوسف غنطوس بمواجهة رايان أمين. أندرو عم يدافع على عزيز 13 ثانية باقي على الجيم كلوك. مارك خوري طبعا عم تبرم على البرمتر مارك خويري بيسدد بعد الكاتش ريباوند لأندرو كوبالي. آخر 5 ثواني من الكوارتر الأول بعد في ثاني وحدة نادي بيسدد على البازر ضيع البازر بيتر تحت السلة. والكوارتر الأول مشاهدينا عم ينتهي بتقدم 7 نقاط لفريق الحكمة على أرضه على حساب فريق هوبس النتيجة 23-16.
بالنسبة لأبرز الستاتس خلينا نقول من ناحية فريق الحكمة، الفريق مسجل 3 ثلاثيات بالكورت الأول، بداية موفق عن الرميات الحرة 6 من 6، ثلاث لاعبين مسجلين سوا 21 نقطة من أصل 23 للحكمة، هن عزيز بثمان نقاط، يوسف بسبع نقاط، ومارك خوري بستة النقطتين الباقية مسجلهم غسان كرم. من ناحية فريق هوبس أفضل مسجل هو علي منصور بالست نقاط. الفريق الضيف بعد ما سجل ولا أي ثلاثية بلشوا باثنين من أربعة عن الرميات الحرة. الكوارتر الثاني عم يبلش، يوسف عم ينبش على تيم ميت يمرر له، غسان استعمل باونس باس، كان عم يعمل الموف بقلب البينت، التب يلي عملها مايك حداد طلعت للاوت. علي عم يطلع الطابه، نادي هاشم عم يركب له البيك، هون صار في سويتش، رجعوا بدلوا بين بعض بوبو وغسان كرم، وهاند شاك على مارك خويري عم ياكدها الحكم جورج بعقليني يلي هو اكتف بالتحكيم من سنه 2014. جون مارك دنيا نجله لمستشار رئيس نادي الحكمه لشؤون كره السله دكتور ابراهيم دنيا، عم يعمل اول دخول له على الجيم، رح يلعب على البوزيشن 1 بدلا من مارك خويري. يانس بيعمل ستابس على مايك حداد وبيسجل رغم المضايقه الدفاعيه، هيدي ثالث نقطه ليانس بالجيم، اول سلب الكوارتر الثاني. يانس عم يدافع على عزيز يلي عم يجرب يتلعب فيه بالكروس اوفر، بيقطع عنه، عطى الاكسترا باس للكورنر، مايك حداد بيخسر الطابه، فاست بريك لفريق هوبس، علي منصور بينقل طابه بهاند باك وطب طابه مرقت بين ثلاث لاعبين، كريم زينون سجل على الفاست بريك، شفنا لعب بعيد عن الانانيه، هيدي خامس نقطه لكريم بالجيم. جون مارك باونس باس لعند غسان كرم، سدد على نادي هاشم واخذ منه الفاول. أربع نقاط متتالية لهوبس بالكوارتر الثاني. غسان بيلبس الرقم 23 من بين اللاعبين يلي لبسوا هيدا الرقم بفريق الحكمة. فينا نذكر كابتن الحكمة السابق صباح خوري عم يضيع الرمية الأولى. مسجل نقطتين لحديد هلا. وهيدي النقطة الثالثة. نادي عم يركب البيك ويعمل الرول. اندرو بيخترق على البيس لاين بيضيع الفينش، ريباوند لصالح يوسف غنطوس. بدايته بدأ الجولة كانت مع الشانفيل. لعب بعدها مع فريق الويزة موسم 2017-2018، حقق كارير هايز مع فريق الحكمة خصوصا من ناحية السكورينج. مايك حداد بيضيع عن 3، ريباوند لنادي هاشم. علي منصور بيعمل ميدل درايف كيك اوت لعند اندرو، اكسترا باس لكريم زينون عن 3، ريباوند لعزيز عبد المسيح. بيعمل سبرنت بالترانزيشن، بيعمل ستابس، بيسدد اوف بالانس، المحاولة كانت سريعة. علي منصور 1 اون 1 على مايك حداد يلي عمل جود جوب، قدر يعمل ستاب، ضرب الطابة حتى بالاوت وحط فريق هوبس على ال 5 اون 5. جيسون وراين عم يرجعوا على الجيم.
من ناحية فريق هوبس. علي بيستلم الهاند اوف. بده يجرب يقطع عن غسان كلام، بيسدد بقلب البينت، الريباوند لجون ماكدونيا يلي بيروح بشكل سريع بالترانزيشن. يوسف بيستلم الهاند اوف. الحكمي مسجلين نقطة واحدة بأول ثلاث دقايق بالكوارتر الثاني، وإير بول من عزيز عبد المسيح بترد البوزيشن لهوبس. إليت جود داني عم يتحضر ليدخل لأول مرة على الجيم. من ناحية فريق الحكمة عم يتلقى التعليمات من جو غطاس مساعد مدرب الفريق. 12 ثانية باقي على الشوت كلوك. بيك اند باب بين جيسون ونادي هاشم، 7 ثواني باقي لعلي منصور. ستيب باك بيسدد من الميد رينج، كمان عم يضيع الريباوند لجون ماكدونيا يلي ربح مؤخرا لقب الدرجة الثالثة مع فريق المطيلب، ربح كمان بطولة الأندر 18 مع انرجي. كيك اوت لعند مايك حداد، اكسترا باس لغسان كرم يلي بيضيع لياب، كان عنده مجال مايك حداد ياخذ الجامب شوت. راين عطى جامب باس لكريم زينون بصعوبه سيطر عليها نادي هاشم. نادي بيسدد الكورنر 3 سبلاش، اول سله لنادي هاشم ببطوله الاندر 23، الفارق نقطه وحيده. وتشارجينج فاول عم يحتسبها الحكم روني عزار على غسان كرم يلي عم يطلع من ارض الملعب، وبديله إليت جود داني. نادي عم يركب البيك لكريم. كريم بيخترع عكس سكرين، كيك اوت لعند جيسون من اللونج رينج، ريباوند لعزيز عبد المسيح. نقطة واحدة بس لفريق الحكمة بأول أربع دقايق وثلث من هالكوارتر. رح يقدر عزيز يعالج العقم الهجومي وهذا الشيء يلي عم يعمله. 10 نقاط له بالجيم، وكريم زينون بيرد عليه بسرعة وبياخذ كمان الفاول. عنده تشانس ليعادل النتيجة. سابع نقطة لقلوا بالجيم. الموسم الماضي مع هومنتمن سدد بنسبة 58% عن الرميات الحرة، وهيدي النقطة رقم 8. التعادل على النقطة 26، 10-1 ران لفريق هوبس بأول أربع دقايق ونص. الظاهر هوبس عم يلعبوا 1-3-1 زون بريس. كيف رح يتعاملوا الحكمة مع الوضع؟ ١٣ ثانية باقي على الشوت كلوك. عزيز ايده بوجهه عن 3 ترينز. عزيز عم يسجل اخر خمس نقاط لفريق الحكمة. ١٣ نقطة لقلوب الجيم. هيدي الثلاثية رقم 3. يانس كيك اوت لعند كريم زينون، بيك ركب له اياه اليوس سعد بيسدد عن 3، ريباوند ما راح يكون لجيسون صوفان، اكسلنت هاسل من مايك حداد يلي قدر يخلص الطابه. عزيز بيعمل ميدل درايف بايده اليمين كان قريب من التسجيل، واخر تاتش كانت على جيسون حسب ما اكد الحكم ربيع عبد الساتر. علي منصور ونادي هاشم عم يرجعوا، او بالاحرى في تايم اوت عم ينطلب، الظاهر طلبه مدرب فريق الحكمه غسان سركيس.
تشكيلتين صاروا على أرض الملعب. فريق هوبس عم يلعبوا باثنين بيج جايز، بينما الحكمة عم يلعبوا ببيج جاي وحيد هو إليت جوداني. عزيز عم يلعب كستريتش فور. يوسف بيسدد لونج ثري، ريباوند لعلي منصور يلي بيعمل سبرنت بالترانزيشن. يانس بيعمل ميدل درايف بيصطدم بإليت جوداني والريباوند ليوسف غنطوس. إلي ظهره السلة على البوست، نادي عمل الهلب. إلي بيستلم من جديد بيعمل بينت، بجرب يعمل الموف وبيرتكب الأب أند داون ترافل. هو وحامل الطابة طلع ونزل فيها. ست نقاط لفريق الحكمة بأول ست دقائق لعب بتاني كوارتر، مقابل عشرة لفريق هوبس. بيك رول بين علي منصور وإليو السعد، ونادي كان داعس على السايد لاين. بالمناسبة نادي هاشم هو من عائلة ناشطة بكرة السلة، خاله هو اللاعب السابق أديب شويري يلي هو حاليا مدير منتخب لبنان للناشئين. خيو رامي هاشم لاعب فريق هوبس بفئة الأندر 12. فاست بريك مع علي منصور، 2 ستابس 2 بوينتس. هيدا تامن نقطة لقلوب الجيم، الفارق نقطة للحكمة. إلي عم يركب البيك ليوسف غنطوس، ماك حداد على الكورنر عم يدافع عليه النادي هاشم. إلي بياخذ السبيس بقلب البينت وبيسجل الايزي باسكت، اول نقطتين له بالمباراه، الفرق 3 للحكمه. إليوس عم يركب البيك لعلي منصور، بيعمل الرول علي منصور، مرر لإليوس كيك اوت لعن جيسون بيسدد الكورنر 3. ريباوند ليوسف غنطوس يلي بياخد الفاول، هيدا تاني تيم فاول على هوبس بهالكوارتر. ما في فري ثروز، الخطأ على نادي هاشم. كريم زينون واندرو كوبا اللي عم يرجعوا على الجيم، الخطأ رقم 2 على نادي. جمار دنيا بعد ما سجل نقاط بالجيم، هو لاعب اسلوبه باس فيرست. عزيز بيسدد عن 3، الريباوند لاندرو كوبالي. كريم زينون بشكل سريع عم يطالب بالخطا هون من بعد ما ضيع الفينش. عزيز حافظ على توازنه، بيقطع عن علي منصور، كيك اوت لعن جون مارك بيسدد بعد الكاتش، ريباوند هجوم لعزيز يلي كان قريب من التسجيل. جود فاول من يانس حلبي، انذار شفهي من الحكم ربيع عبد الساتر لعزيز تحت طائلة التكنيكال فاول، الخطأ رقم 2 على يانس، ثالث تيم فاول على فريق هوبس مثلهم مثل الحكمة. عزيز مسجل 13 نقطة منهم 3 ثلاثيات، بيضيع الرمية الأولى. بيسجل واحدة من اثنين. محي الدين المصري عم يعمل أول دخول له بهالمباراة بدلا من مايك حداد. مبدئيا محي الدين رح يلعب على البوزيشن 4. كريم بيكر كابلو يعلم منصور يلي عمل بوب اوت، بيصطدم بإليت داني وبيخسر الطابة. فاست بريك مع عزيز، 2 ستابس نو بوينتس، ريباوند لصالح علي منصور، الفرق 4 للحكمة. آخر دقيقتين من الربع الثاني، كريم بيسدد مع الكويك ريليس والتيب عملها نادي هاشم، مررها لأندرو كوبالي يلي سجل تحت السلة، رابع نقطة لأندرو بالجيم. يوسف غنطوس خسر الطابة
وبنش فريق هوبس متفاجئ من الصفرة الأخيرة. الخطأ على أندرو كوبالي، الرابع تيم فاول على هوبس. كل خطأ بيعملوه بهالكوارتر رح يعطي الحكمة فري ثروز. عزيز باونس باس لعند اليت جوداني بيسدد من اللو بوست. علي منصور بالترانزيشن اوفنس 2 على 2، كيك اوت لعند اندرو بيسدد الكورنر 3. معركه على الريباوند بيحسمها محي الدين المصري. دقيقه وربع باقي للهاف تايم. عزيز لونج باس لعند اليت جوداني، ظهره للسله عطى الكيك اوت لكن يانس حلبي لحق الطابه وعمل الستيل. علي منصور بالترافيك كيك اوت لعند نادي هاشم يلي بيعطي الليد لهوبس 33-32. ست نقاط لنادي، هيدي تاني ثلاثية لقلوب الجيم. عم يجبر فيها المدرب غسان سركيس يطلب التايم اوت الاخير لقلوب باول هاف. بذكر انه في حال هوبس قدر يغلب الحكمة بهالمباراة، فارق النقاط كتير بهمهم بخصوص الصراع على الصدارة. الحكمة ربح بمرحلة الذهاب بميشيل مور بفارق 8، بحاجة فريق هوبس بحاجة يربح بفارق 9 نقاط او اكتر لحتى اذا تعادل هو هن والحكمة بالانتصارات والخسارات فريق هوبس ياخد الصدارة. لكن حسابيا في احتمال حتى ثلاث فرق يتعادلوا بعدد الانتصارات والخسارات بهالمجموعه يلي هن هوبس الحكمه والانترانيك. اذا قدروا هوبس يربحوا على الحكمه والانترانيك يربحوا على الحكمه وعلى هوبس كمان. ستة واربعين ثانية باقي من الربع الثاني. جون مارك كان قريب يخسر الطابة في عليه تراب. محي الدين مرر ليوسف غنطوس. جون مارك دنيا بعد معه خمس ثواني عمل دبل كلاتش. المحاولة كانت صعبة، ريباوند لأليت داني وخطأ أو بالأحرى الحكم جورج بعقلين بيوقف اللعب. ما بعرف إذا في مشكلة إلها علاقة بالكلوك. عم يقرب من حكام الطاولة، عم يستدعي الحكم ربيع عبد الساتر. 30.2 باقيين من الربع الثاني، الحكمة بهالكوارتر مسجلين بس 9 نقاط. بذكر انه فريق هوبس عليه 4 تيم فاولز، اذا قدروا الحكمة ياخذوا فاول تلقائيا رح يكون عندهم فري تروز. جون مارك على الانباوند، الي رد على جون مارك لعبه الجيفن جو. يوسف غنطوس قدر لقى سبيس يخترق فيها الريباوند لنادي هاشم. الشات كلاك وقفت، ممكن كتير تكون هيدي الهجمه الاخيره بهالكوارتر. كريم عم يلعب مع الوقت، بيك من نادي هاشم يلي بيعمل بوب اوت. كريم كاد يخسر الطابه، اندرو كوبالي بيسدد اوف بالانس، ريباوند لمحي الدين المصري. والكوارتر الثاني مشاهدينا عم ينتهي بتقدم هوبس خارج ارضه على الحكمه. الفارق نقطة وحيدة 33-32. رح ناخذ بريك قصير نحن وياكم على الهاف تايم قبل ما نرجع لمتابعة المباراة، خليكم معنا.
مشاهدينا من صفحة لبنيز باسكتبول فيدريشن والتطبيق ألفا سبورتس، نرجع معكم لمباراة فريقي الحكمة وهوبس يلي متقدم على الهاف تايم بفرق نقطة 33-32 من بعد ما كان متأخر لأغلبية أول هاف. بأقرب فرصة رح نحكي عن أبرز الستاتس. مباراة بلشت بالربع الثالث، ندي على الكيك، استلم الكيك اوت، عطى لعلي منصور، كريم بيسدد عن 3 اترينز 11 نقطة لكريم زينون بالجيم، هيدي ثلاثيته الأولى. التقدم 4 لهوبس. يوسف غنطوس بيخسر الطابة، كريم متسلل بالفاست بريك 2 ستيبس 2 بوينتس. 5 نقاط متتالية لكريم ببداية الكوارتر الثالث، 13 نقطة لقلوب الجيم. بمباراة الذهاب هو حمي بالسكورينج بتين هاف، هل رح يتكرر السيناريو اليوم؟ يوسف استعمل باونس باس على البوست وأخذ الخطأ من علي منصور. بالنسبة لأبرز الستاتس بأول هاف، الحكمة سجلوا 4 ثلاثيات مقابل 2 لهوبس، 8 من 11 فوق 70% للحكمة مقابل 3 من 5 لهوبس 60%. بينما النقطة الفرقة لصالح هوبس كانت البنش سكورينج، 13 نقطة سجلها بنش فريق هوبس مقابل نقطتين للحكمة بأول هاف. يوسف بقلب الترافيك بيضيع الفينش، بيأمن الأوفنسيف ريباوند وبيستفيد من السكند شانس. كريم بيسعدد وينك 3، هالمرة بيضيع الريباوند، بيحسمه علي منصور يلي رجع خسر الطابة. من شوي يوسف غنطوس سجل نقطة التاسعة، أول نقطتين لإله من الكوارتر الأول. عشر ثواني باقي بهجمة الحكمة، غسان عم يركب البيك لعزيز يلي بيخسر الطابة، إليوس بيروح بالفاست بريك بيعمل ستابس، جرب عزيز يعمل تشيس داون بلاك لكن إليوس قدر يسجل. رابع نقطة لإليوس صعد بالجيم. بوبو قطع عن البيك، جامب باس لعند يوسف غنطوس، بعد معه 7 ثواني بيعمل ستابس، بيصطدم بإليوس صعد، بيجيب 2 بوينتس ومعه الفاول. هيدي النقطة رقم 11 ليوسف بالجيم. بالكورتر الأول سجل 4 من 4 عن الرميات الحرة، وهيدي 5 من 5. الفارق 3 لهوبس 40-37. جمهور الحكمة يلي منه ملعب غزير اليوم عم يطالب فريقه بالديفنس، وصار دور كريم زينون يسجل مع الفاول، عرض زنوده من بعد التسجيل. الخطأ على غسان كرم، هيدا الخطأ رقم 3. خمستعشر نقطة لكريم، إذا بيسجل الفري ثرو بيكون بالدقيقتين وربع بالكورتر الثالث عم يسجل قد يلي سجله بأول هاف، وهيدا الشيء يلي عمله. ستعشر نقطة لكريم، 8 منهم ببداية الكورتر الثالث. يوسف بيستلم سكيب باس، فضل يخترق، بيخترق على البيس لاين وبياخد الفاول من كريم زينون. عم يتم تنشيف أرض الملعب بهالوقت تجنبا لأي زحطة ممكن تأذي. يوسف بيستلم الهاند اوف، بيسدد بعد الكاتش، الريباوند ليانس علبي، فاست بريك، هوبس عندهم ادفانتج بالارقام، يانس عطى باد باس والبوزيشن ترجع لفريق الحكمه. ثلاثة واربعين سبعة وثلاثين لهوبس،
بأقل من 3 دقائق سجلوا 10 نقاط ببداية الكوارتر الثالث. غسان عم يتحضر ليركب البيك لعزيز، عم يلعبوا البيك اند بوب. خطأ على يانس حلبي، عم يحتسبه الحكم ربيع عبد الساتر. الخطأ رقم 3 على يانس، رابع تيم فاول على فريق هوبس. 4 أخطاء، عدد كتير كبير بظرف 3 دقايق. 4 أخطاء بثلاث دقايق. يوسف بيعمل جاب ستاب، كان عم يجرب ياخذ السبيس. 9 ثواني باقي للحكمة. مايك حداد بيعمل سبين بقلب البينت، كيك اوت لعند غسان كرم يلي بيعمل ستابس، بيصطدم بنادي هاشم. كان في مطالبة بالترافل من قبل فريق هوبس. علي منصور بيسدد البول اب 3، ريباوند لصالح بوبو. عزيز بالفاست بريك بيعمل ستابس دبل كلاتش 2 بوينتس. 16 نقطة لعزيز، والرد سريع جدا من كريم زينون. هيدي نقطة رقم 18، 10 منهم اجوا بالكورتر الثالث. عم يكمش النار بهالوقت كريم زينون. بيك رول بين بوبو وغسان كرم، عزيز بيسدد عن 3، ريباوند هجومي لمارك خويري. كريم او بالاحرى نادي هاشم عمل الديفلكشن، حط الطابة بالاوت. 11 ثانية باقي لفريق الحكمة. مارك خويري بيعمل ستابس، بيسدد الرانر، الريباوند لعلي منصور، بيقطع بين لاعبين، جرب يمرر لنادي هاشم ما قدر يستلم الطابة. فريق الحكمة تفاجأ من الصافرة الأخيرة، الحكم ربيع عبد الساتر احتسب كيكت بول فايوليشن على الحكمة. اللاعبين اعترضوا باعتبار أن الطابة لمست قدم لاعب فريق هوبس حسب ما عم يقولوا. الفارق 6 لهوبس، 45-39. بذكر انه هوبس عم يلعبوا بغياب جابرييل صليبي، بينما الحكمة عم يلعبوا بغياب كارل عاسي. وكريم زينون عم يسجل نقطة رقم 21، 13 نقطة بالكوارتر الثالث. تاني ثلاثية لإله بالجيم، مسجل 13 من أصل 15 نقطة لهوبس بهالربع. غسان بقلب الترافيك بيرتكب الترافل، المومنتم بشكل كامل لصالح فريق هوبس. الحكمة بحاجة لتايم اوت. انذار شفهي من الحكم روني عزار للاعبين من الفريقين. علي منصور عم يطلع الطابة، بيقطع عن بوبو، بيعمل ستابس، بمرر لنادي هاشم بإيده الشمال، بيوسع الفارق ل 11 نقطة، أكبر ليد بهالمباراة. بذكر إنه فريق الحكمة ببداية الجيم تقدم كمان بفارق 11-18-7. المدرب غسان سركيس مستاء من هالوضع وعم يطلب أول تايم أوت بتاني هاف. نادي هاشم عاطي فعالية كتير كبيرة لهوبس خصوصا هجوميا، مسجل نقطة رقم 8 بالجيم من بينهم ثلاثيتين. بذكر انه نادي ما بلش ستارتر بهالمباراة.
إذا بقى الفرق على حاله مع نهاية المباراة فريقه بس راح يتصدر، لكن بعد في 15 دقيقة أو ربع على نهاية الوقت الأصلي في كتير احتمالات واردة. مايك حداد عم يطلع الطابة لفريقه، الحكمي عم يلعبه من دون مارك خوري. دبل سكرين بانتظاره لبوبو، 9 ثواني بقى على الشوت كلوك. مايك عم جرب يخترق كيك اوت لعم مارك خوري، بعد معه 3 ثواني عمل الستبس وحصل على شوتينج فاول. الخطأ على نادي هاشم، هيدا الخطأ رقم 3 على نادي. بوبو بعد ما سجل نقاط بالجيم عم يضيع الفري ثرو الاولي. بيضيع تاني كمان، الريباوند بيسيطر عليه علي يلي بيرجع بهدي ايقاع الهجمه. هون صار في سويتش، يانس بيستلم الكيك اوت بيخترع على البيس لاين بمرر انسايد لاليو السعد يلي بيضيع بقلب البينت. الطابه بتوصل لعند بوبو وخطا رح يعطي الحكمه فري ثروز. بوشينج فاول على يانس حلبي، هيدا الخطا رقم 4 على يانس. جيسون سوفان يلي بلش ستارتر بهالمباراه عم يرجع على الجيم. بوبو عم يسجل أول نقطة لإله بالجيم. اثنين من اثنين. الفرق 9 لهوبس. هل الحكمة رح يقدروا يعملوا رن من بعد التايم أوت يلي طلبوه من وقت قليل؟ كريم بيعمل الستابس، عمل بومب فيك تحرر منه عزيز، ضيع الاوبن شوت بقلب البينت. عزيز بيستلم على الكورنر بيسدد دغري بعد الكاتش، اير بول ريباوند للشربن سعد وعزيز بيوقفه بالفاول. كريم زينون كان عم يطالب بفليجرنت فاول على عزيز. الخطا الثاني على الحكمه بهالكوارتر، ما في فري ثروز. الخطأ الأول على عزيز. إليوس عم يركب البيك لكريم زينون، هون صار في سويتش. كريم بيعمل الستابس، جرب مايك حداد يلقط الطابة لحتى يصعب المهمة على كريم زينون، رح تصيب خطأ. كريم رح يكون عنده فري ثروز. 21 نقطة من بينهم ثلثيتين، 3 من 4 عن الرميات الحرة. وهيدي النقطة رقم 22. بذكر انه بمباراة الذهاب سجل 35 نقطة من بينهم 4 ثلاثيات. اثنين من اثنين، صاروا 5 من 6 عن الرميات الحرة لكريم. مسجل 15 نقطة لفريقه من اصل 19 بالكورتر الثالث. يوسف بيستلم الهاند اوف بيك من غسان كرم يلي بيعمل الرول، صار في سويتش. بوبو كيك اوت لمايك حداد بيسد الكورنر 3 اير بول. كان بعد في ثانية واحدة بهجمة فريق الحكمة رح يكون عندهم فري ثروز
خطأ على علي منصور. الحكم ربيع عبد الساتر اعتبر انه الظاهر علي لقط الجيرزي تبع غسان كرم. غسان مسجل 3 نقاط، هيدي النقطة الرابعة. اثنين من ثلاثة عن الرميات الحرة. بيضيع الثانية. معركة على ريباند حسمها إليوس سعد يلي كاد يخسر الطابة. اكسلنت دايف من غسان كرم، عمل ستيل، مايك حداد قدر يسيطر واخذ هارت فاول. صار في كونتاكت قوي بينه وبين شربل سعد. الحكمة عم يجربوا يعوضوا بالهصل. جمهور الحكمة بملعب غزير عم يعطي المعنويات للاعبين لأنه وضعهم حاليا ما بيطمن من ناحية النتيجة. بهالفارق 10 نقاط الحكمة بيخسر صدارة المجموعة بعد نهاية الجيم. المدرب غسان ساركيس رح يدفع بفؤاد جعجع في حال سجلت الفري ثرو الثانية. فؤاد جعجع الموسم الماضي لعب درجة ثانية مع أنوبين بشري، أخذ بلاينج تايم خصوصا بمرحلة الإياب، اعتمد عليه المدرب فرج عاد كستارتر على البوزيشن 4 خصوصا مرحلة الإياب. مايك عم يضيع الفري ثرو الأولي. بمباراة الذهاب سجل 12 نقطة من بينهم ثلاثيتين. بيضيع الثاني كمان، ريباوند لإليوس سعد. كريم صاحب الهوت هاند، بيك من شربل سعد يلي بيعمل بوب اوت. إليوس ظهره للسلة، كيك اوت لعند شربل، ما بيتردد بالتسديد عن 3 والريباوند لمارك خويري. يوسف بيعمل يورو ستاب وبيسجل بايده اليمين. أربعتاشر نقطة لقلوا بالجيم، سبعة منهم بالكوارتر الثالث. هو مسجل سبعة من أصل 12 نقطة للحكمة بهالربع. علي كيك اوت لعن جيسون صوفان عن 3 ريباوند لمصلحة عزيز عبد المسيح. بيروح فول سبيد بالترانزيشن وبيسجل مع الجلاس. المومنتم عم يقلب بشكل تدريجي لصالح الحكمة. 18 نقطة لعزيز بالجيم. التايم اوت الأول لهوبس بتاني هاف عم يطلب المدرب الوطني جاد الحج. يعني التايم اوت من بعد التايم اوت يلي طلبه الكوتش غسان، الحكمة عملوا 7 تو ران من بعد ما كان الفارق 11، قدروا ينزلوا الفارق ل 6 نقاط بظرف 3 دقائق تقريبا. تشكيلة الحكمة صارت على ارض الملعب. فؤاد جعجع عم يعمل اول دخول له على الجيم. عندهم لعيبة قراب لبعض من ناحية السرعة. مبدئيا ما عندهم أي مشكلة بأي سويتش، معقولة يعملوها. أندرو بانس باس لعند علي منصور، عم يدافع لمارك خويري. إليوس هاند اوف لكريم زينون، متروك اوبن بسعد ذا لونج 3 بكل جرأة. كريم عم يسدد وما في شيء عم يهديه بالكورتر الثالث. 26 نقطة لإله
ثلاث ثلاثيات 18 نقطة اجوا بالربع الثالث والريباوند لأليو السعد اوتلت باس لعند علي منصور هوبس عندهم ادفانتج بالارقام كريم اكسترا باس لجيسون بيسدد كونر 3 اترينز خمس نقاط لجيسون سوفان اول ثلاثية لأليو بالجيم الفارق بسرعة طلع ل 11 6-0 ران لهوبس بعد اخر تايم اوت يلي كان ويك اب كول للفريق الضيف عزيز عبد المسيح اخذ الفاول بوشينج فاول على اليو السعد رح يكون في فري تروز الخطا رقم 3 على اليوس عزيز عبد المسيح يلي هو لاعب جامعة الال اي يو الموسم الماضي سدد بنسبة متواضعة 64% عن الرميات الحرة عم يضيع الرمية الاولى بيسجل واحدة من اثنين 19 نقطة لقلوب الجيم الفرق 10 علي منصور لقى سبيس مات اليمين اكسترا باس لاندرو كوبا اللي تحت السلة ضيع الفينش يوسف غنطوس بيروح فول سبيد بالترانزيشن بيعمل الستابس وكريم زينون عامل الهلب يوسف موجوع على ارض الملعب على امل ما يكون في اي شيء خطر يوسف ساعد فريق الحكمة هجوميا بالكوارتر الثالث سجل 7 نقاط من أصل 15 نقطة للفريق بهالربع عم يروح على البنش عم تشوف مايكل كريم على أرض الملعب من ناحية فريق هوبس أفضل ممرر بفريق الأندر 18 الظاهر ما بعرف إذا كان في فاول بالبلاي الأخيرة لأنه الحكمة ما أخذوا فري تروز إليو السعد بيعمل الستيل مايكل كريم بيخترق كيك اوت لعند كريم زينون عم يكون اون فاير وعم يكمل بهالبيس 29 نقطة 4 3 بوينتس أربعتهم اجوا بالكورتر الثالث الفارق 13 نقطة بهالوقت بوبو كيك اوت لعند فؤاد جعجع بيخترق على البيس لاين بيضيع المحاولة واخر تاتش كانت على هوبس مثل ما عم يقول الحكم ربيع عبد الساتر شربل سعد عم يرجع على الجيم بدلا من اليوس سبعة وثلاثين ثانية فاصلة تسعة باقي من الربع الثالث فريق هوبس تخطى حدود الأخطاء بوبو بيعمل ستابس بيضيع الفينش ريباوند بيسيطر عليه جيسون سوفان في فرق ست ثواني تقريبا بين الجيم كلاك والشوت كلاك هل رح يلعبوها هوبس للاخر علي منصور عم يلعب مع الوقت عم يدافع لمارك خويري ست ثواني باقي على الشوت كلاك علي بيعمل ستوب كيك اوت لعند جيسون بيسدد الكورنر 3 ان اند اوت ريباوند لصالح عزيز بعد في ثلاث ثواني ثانيتين عزيز اكسترا باس لفؤاد يلي تاخر بالتسديده الحكم بياكدها نو باسكت والكورتر الثالث مشاهدينا عم ينتهي
بتقدم 13 نقطة لفريق هوبس على الحكمة. النتيجة 60-47. مين راح يكون متصدر للجروب بي بعد نهاية المباراة؟ بالنسبة لأبرز البلاير ستاتس من ناحية الحكمة، أفضل سكورر هو عزيز 19 نقطة بينهم 3 ثلثيات، يوسف غنطوس 14 نقطة من بينهم ثلثية. من ناحية فريق هوبس، كريم زينون أفضل سكورر بالجيم 29 نقطة 4 3 بوينتس، سجل 21 نقطة بالكورتر الثالث لحاله. مسجل تقريبا نص سكور فريقه. الكورتر الرابع عم يبلش. عزيز خسر الطابة، ظهر تلقى ضربة على تمه. فاست بريك مع جيسون صوفان يلي بيسيطر على الطابة. لاعبين من فريق هوبس اجوا وراه، جيسون بحاول تحت السلة بلم الاوفنسيف ريباوند وبيسجل من السكند شانس. فريق هوبس عم يحط الحكمة بوضع سوبر حرج. 7 نقاط لجيسون بالجيم. بوبو بيعمل درايف وبيسجل مع الجلاس. 4 نقاط لمارك خويري يلي بيقع على الأرض. 5-4 لفريق هوبس. علي منصور جرب يمر لبرا. تبقى البوزيشن للضيوف يلي عندهم 14 ثانية. إليوس سعد عم يتحضر ليرجع على الجيم من ناحية فريق هوبس. الظاهر ما في تبديل. مايكل بيستلم الباونس باس، بيعطي باونس باس سوبر ذكية للنادي هاشم. اعتقد انه مايكل راح اعتقد فريق الحكمة انه مايكل راح يمرر للاعب على البرومتر. والنادي عم يسجل نقطة رقم 10، الفارق عم يكبر ل 15. عزيز مرة لتحت السلة، فؤاد بيسدد الكورنر 3، ريباوند لكريم زينون. هل المباراة راح تفلت من ايدين فريق الحكمة؟ فريق هوبس ارتكب التورن اوفر. بوبو قد يخسر الطعبة، توصل عن مايك حداد. غسان كان عم يطلب الطعبة على البوست. 7 ثواني بقى على الكلوك. عزيز جرب يخلق سبيس له. مايكل بيسدد، مايك حداد بيسدد عن 3، ريباوند لعلي منصور. فريق هوبس عم يلعب بإيقاع نسبيا هادي، لكن هون عم يسرع علي منصور، عمل يورو ستاب. مايكل كريمي بيسدد بعد الكاتش. آخر تاتش كانت على نادي هاشم مثل ما عم يأكد الحكم ربيع عبد الساتر. الملفت هو تغير وضع دفاع فريق هوبس. إذا منطلع بسكور فريق الحكمة بأول كورتر لحاله، الحكمة سجلوا 23 نقطة،
بتاني كورتر والثالث سوا سجلوا الحكمة بظرف 20 دقيقة 24 نقطة. مبين تأثير دفاع فريق هوبس على سكور الحكمة. بوبو بيسدد عن 3 ان اوت ريباوند لصالح جيسون صوفان. نادي عمل بامب فيك باونس باس عن مايكل اكسترا باس لجيسون صوفان عن 3 اخر تاتش او بالاحرى الحكمة خلصت الطابة كانت على وشك تطلع للاوت. بوبو بيعمل ستابس بيوصل لتحت السلة. نادي هاشم متفاجأ من الصافرة. اعتبر الحكم روني عزار انه صار في كونتاكت بين ايده لنادي وايده لبوبو. الفاول رقم 4 على نادي هاشم. اليو سعد على ارض الملعب. المدرب جاد الحاج عم يعطي التعليمات لكريم زينون. بالنسبة لبوبو مسجل اليوم 4 نقاط 2 من 4 عن الرميات الحرة. هيدا النقطة رقم 5. الفرق 14. بيضيع الثاني الريباوند لعلي منصور. فأجاجة عم يدافع على كريم يلي جرب يغلبه بالكروس اوفر بيوصل لتحت السلة بيضيع الفينجر رول والريباوند لفؤاد جعجع. ومارك خويري بيسجل بسهولة على الفاست بريك. سبع نقطة لقلو بالجيم. الفرق 12 من بعد ما وصل ل 15 نقطة بهالكورتر. وتشارجينج فعل عم يحتسبها الحكم ربيع عبد الساتر. الخطأ على كريم زينون. أو بالأحرى الخطأ على نادي هاشم الظاهر. هيدا الخطأ رقم 5 على نادي يلي عم يودع الجيم بمباراته الأولى ببطولة الأندر 23. نادي سجل 10 نقاط من بينهم ثلثتين سجلهم بتاني كورتر كانوا مهمين جدا لإعطاء المومنتم لفريق هوبس. مايكل دونيا دخل على أرض الملعب من جهة فريق الحكمة ومارك خويري عم يجرب يحمل فريقه على الأكتاف. تسع نقاط لقلوب الجيم. علي منصور سدد اللعب ريباوند خسروا إليو سعد. تبقى البوزيشن لصالح هوبس. مايكل كريم كيك اوت لعند يانس متروك اوبن بسدد بادل كاتش سبلاش. اول ثلاثية ليانس حلبي. هيدي نقطة رقم 6 بالجيم. ثمان ثواني باقي بهجمة الحكمة. مايك خويري هوك باس لعن مايك حداد بيسدد على البازر وريباوند هجومي غالي لمارك خويري. عم جرب يتلاعب بيانس. عزيز بيستلم على الوينج بيعمل ميدل درايف بيعمل ستابس دبل كلاتش رائع الموف من عزيز عبد المسيح. 21 نقطة لقلوب الجيم. الفارق بينزل 11. جمهور الحكمة عم يضغط بأقصى قوة. علي بيستلم الباونس باس بيخترع على البيس لاين كيك اوت لعند يانس يلي بيعمل ستابس بينقل الطعبة لايده الشمال بنجاح عم يسجل. في اصابة عند احد لاعبي فريق الحكمة. ثمان نقاط ليانس حلبة خامس نقطة لإله بالكوارتر الرابع. الفارق 13 لهوبس. بعتقد اللاعب يلي انصاب هو مارك خويري منه مبين بشكل واضح من عنده. يعني وضع فريق الحكمة من ناحية الإصابات كتير تعيس من بعد إصابة يوسف غنطوس بالربع الثالث.
كمان عم يلعبوا لوقت طويل من دون مارك خوري. فؤاد على الانباوند، جون مارك عم يطلع طابة لفريقه. هون خطر كريم زينون بمحاولة الستيل. عزيز بيسدد وينج ثري، الريباوند بيسيطر عليه علي يلي بروح بسرعة بالترانزيشن اوفنس. باونس باس لعن كريم زينون يلي ما قدر يلقط الطابة. محاولة فاست بريك، مايك حداد بجرب يخترق على البيس لاين، والحكم جورج بعقليني بيحتسب خطأ على مايكل كريمي. هذا خطأه الأول بالجيم، ثالث تيم فاول على فريق هوبس بهالكوارتر. ماك حداد بيسدد دغري بعد الكاتش، الريباوند بيحسبوا عليه يعني بتخطى نص الملعب، بهدي إيقاع الهجمة. أربع دقايق وثلث باقي لنهاية الجيم. عم يدافع عليه جون مارك، بيك ركب له يا إليوس علي ميدل درايف كيك أوت لعند يانس، إيده بوجهه عن ثري شورت، ريباوند دفاعي لفؤاد جعجع. جون مارك بيمر بسرعة لعند مايك حداد، عزيز متروك أوبن، عطى جون باس لتحت السلة، كان عنده مجال إنه يسدد. علي منصور بيهدي إيقاع الهجمة، جيسون ظاهر عم يتحضر ليرجع. كريم بيسدد عن ثري وعم يحتفل على طريقته الاعتيادية، العزف على الجيتار. 32 نقطة لكريم زينون، 24 منهم اجوا بتاني هاف، قريب جدا انه يعادل رقمه بمرحلة الذهب، والحكمة بوضع حرج جدا متأخرين بفرق 16. تايم اوت عم يطلبوا الكوتش غسان سركيس. هيدي الثلاثية رقم 5 لكريم زينون، مسجل 5 من 6 عن الرميات الحرة بنسبة ممتازة 83%. بالنتيجة الحالية فريق هوبس متصدر هيدي المجموعة. شو رح يعملوا فريق الحكمة؟ هل رح يقدروا يقلبوا المباراة؟ هل رح يقدروا على الأقل ينزلوا الفارق مع نهاية الجيم لتحت 8 نقاط؟ الجواب رح يكون على أرض الملعب. مارك خويري عم يطلع الطابة، عم يلعب باثنين بوينت جاردز المدرب غسان سركيس، هن بوبو وجون مارك دنيا. بيك ان باب بين مايكل دونيا وعزيز، وبلوك عم يعملوا إليوس سعد يلي بروح بالترانزيشن اوفنس، بيعمل الستابس وبياخذ الخطا من مايكل. فؤاد جعجع عم يرجع على الجيم بدلا من عزيز. إليوس اليوم مسجل 4 نقاط، رح يوقف لأول مرة على الفاول لاين، هيدا أول تيم فاول على الحكمة بالكورتر الرابع. رمية الأولى nothing but net. اثنين من اثنين، سادس نقطة لقلوا بالجيم، الفير عم يكبر ل 18 نقطة.
ثلاثة دقايق وربع باقي على نهاية الجيم. جو مارك جرب يخترع عكس سكرين مرة لخيه بقلب البينت. هيدا رابع تيم فاول على هوبسا بهالربع. الخطأ على كريم زينون. علي منصور عم يرجع على الجيم مكان يانس حلبي يلي سجل 8 نقاط بهالمباراة. مايك حدد عم يعمل جاب ستاب بعد ما 9 ثواني ميدل درايف كيك اوت لعند دنيا. بوبو بيعمل ستابس كيك اوت لعند خيو لعند عفوا مايكل دنيا يلي بيسدد على البازر. الريباوند لمايكل كريمه. كريم زينون بيسبول باس. علي منصور عم يهدي ايقاع اللعبه. بيك من اليوس سعد. هوك باس لعند جيسون صوفان. كريم بفضح حاله بيسدد الوينج 3. ريباوند هجومي لعلي منصور. دقيقتين ونص باقي على نهايه الجيم. من مصلحه فريق هوبس يلعب بايقاع بطيء. علي بيخسر الطابه. فؤاد جعجع بيسيطر عليها لكن كريم زينون بيرد عليه بستيل. بيروح بشكل سريع لتحت السله. مايك حداد عمل تب للطابه بتوصل لعند علي. 10 ثواني باقي لهوبس. بيك من اليوس سعد وتشارجينج فاول عم يحتسبها الحكم جورج بعقليني. الليجل سكرين على اليوس. هيدا الخطا رقم 4 على اليوس. شربل سعد عم يتحضر ليرجع. جون ماكدونيا عم يطلع طابة للحكمة. بيتخطى نص الملعب على الأد قبل ما يقع بالـ 8 seconds. بيعمل درايف بيسدد بإيده اليمين وبياخد الفاول. فريق هوب صاروا بالبنالتي. من أبرز اللاعبين يلي لبسوا رقم 19 مع الحكمة اللاعب الأمريكي ألفين سيمز. موسم 2006-2007 عمل موسم خارق كان هو هداف بطولة لبنان. قاد فريق الحكمة للفاينل فور بالوقت يلي كان الحكمة طامح ليبقى بالدرجة الأولى. الإعلامي خالد مجعس بتقرير لقبه لألفين سيمز بهداك الموسم بمايكل جوردن السلة اللبنانية. جون مارك عم يسجل 2 من 2. آخر دقيقة ونص من المباراة. الفرق 16. علي منصور بيوصل على البينت بيسدد مع الجلاس. الفولو عم ينجح فيها شربل سعد. أول نقطتين لشربل بالجيم. الفرق 18. دقيقة ونص أقل من دقيقة ونص باقي وفؤاد جعجع عم يرد. أول نقطتين لإله بالجيم. شربل عم يركب البيك لعلي منصور بيعمل الرول. علي بيسدد الفلوتر ريباوند لفؤاد جعجع يلي بياخذ الفاول رح يكون عنده فري تروز. ستة وسبعين ستين 61 ثانية باقي من الجيم. الحكمة رح يجربوا ينزلوا الفرق لتحت 8 مع انه كمان سوبر صعبة. نقطتين لفؤاد اليوم. بيضيع الرمية الاولى. يضيع تاني كمان. ريباوند لكريم زينون. ستة وخمسين ثانية فاصل ستة باقي على نهاية المباراة. الفرق 16 لهوبس. كريم عم يطلع الطابة بيقطع عن فؤاد جعجع بيعمل ستابس عمل حركة
فعالي بإيده اليمين قدر يتحرر فيها من الدفاع ووسع الفارق ل 18. 34 نقطة لكريم. مايك حداد بيسدد الوينج 3 ريباوند لشربل سعد. الفريقين عم يلعبوها فير بلاي. علي منصور سلم الطابة للحكم روني عزار. جيم اوفر. فريق هوبس بفعز خارج أرضه على الحكمة بيخلي فريق رياضي الفريق الوحيد من دون أي خسارة ببطولة الأندر 23 وبيتصدر المجموعة بي من هالبطولة. النتيجة النهائية 78-60. بالنسبة لأبرز المسجلين، كريم زينون هداف اللقاء ب 34 نقطة، 26 نقطة منهم اجوا بتاني هاف، 21 نقطة بالكوارتر الثالث. مسجل أقل بشوي من نص نقاط فريقه. أما من ناحية الحكمة أفضل مسجل هو عزيز عبد المسيح ب 21 نقطة. كنا معكم على اللايف كوفريج صفحة لابانيز باسكتبول فيدريشن وتطبيق ألفا سبورتس مع نهايتنا المباشر من ملعب غزير الرياضي. من إلكم جود باي.